احب احكي لاخواتنا المسلمين يعني كمثال ممكن يفهموا منه ان ليه مش باعمالنا نقدر احنا نخلص نفسنا. بكل بساطه، انا اليوم لو جه ابني عمل مصيبه في المدرسه، ضرب الكوره مثلا في الشباك بتاع المدرسه فالازاز اتكسر ووقع على ولد تاني المدرسه والولد ده اتعور، فمدير المدرسه لان حصل دامج بسبب ابني بسبب ان اخلاقه مش كويسه قرر انه يفصل ابني من المدرسه، وطبعا مفيش ولا مدرسه تانية هتاخده ومستقبله هيضيع، لان مش بس كسر الازاز كمان في ولد اتصاب اصابه جامده. طيب ينفع ابني يجي لمدير المدرسه عشان يصلح الكارثه دي بنفسه ويقول له طيب ممكن تسامحني؟ تفتكروا مثلا المدير بتاع المدرسه هيعدي له الموقف وكأن شيئا لم يكن؟ طيب بفرض ان ابني جه وقال لمدير المدرسه طيب سامحني وانا اوعدك هكنس ارض الكلاس 5 مرات في اليوم، هدي لاصحابي اكلي كل يوم وانا هصوم، هديهم شهر كامل هصوم فيه انا واديهم الاكل، هل هيسامحوا؟ طب لو وعدوا ان يروح يزور الولد اللي اتعور كل مره كل سنه، هل ده هيخلي مدير المدرسه يرجعه تاني ومستقبل الولد ما يضيعش؟ الحاجه الوحيده اللي في موقف زي ده اللي ممكن ترضي مدير المدرسه ان يوافق ان ابني يرجع يكمل تعليمه ويبقى عنده مستقبل حاجه واحده بس، ان انا كأب اروح لمدير المدرسه واتعهد ان انا هدفع تعويض عن الاضرار الماديه اللي حصلت بسبب ابني، هقول له I will cover all the expenses، انا اللي هغطي المصاريف، ده اول حاجه. تاني حاجه هتعهد قدامه ان الولد المصاب ده انا هرجعه سليم على حسابي. تالت حاجه هكتب تعهد ان انا هربي ابني من تاني واخلي اخلاقه وتصرفاته كويسه بحيث ما يتكررش من كده تاني. بالظبط المثل ده هو ده اللي بيشير ربنا عمل معانا كده بالظبط. انا كادم اخطات يا سوري دخلت الخطيه العالم، الخطيه دي كانت سببها موت للبشريه جميعا، وممكن يعني ارشح ان ممكن الناس تقرا روميه 5 لان فيها شرح لكل اللي حصل ده. لكن انا كاب دلوقتي لما رحت ابونا السماوي عمل كده، اول حاجه عمل خطه الفداء، فده خلانا دفع ثمن الخطيه بلس كمان استرد الحياه الابديه لينا لانه عالج الموت الناشئ عن الغلط ده. ثالث حاجه المثال اللي انا قلته لما الاب تعهد ان هيربي ابنه من الاول، ما هو ده ربنا اللي عمله معانا، هو تعهد ان بالروح القدس اللي هيعمل فينا هيخلينا نبقى على شبه ومثاله، فيصبح الولاده الثانيه من المسيح، من المسيح يسوع ربنا ومخلصنا، خلتنا بقينا على شبه ومثاله. احنا طبعا بيبقى حياه التوبه وحياه ان احنا نبقى ماشيين مع الرب دي بتخلينا في الاخر مع الوقت بنبقى شبهه. اللي انا عايزه اقوله ان خطيه ادم حصلت اوريدي ودخلت الخطيه والموت للعالم، والخزي والعار لما اتعروا قدام بعض واتكسفوا من بعض وحاولوا يعملوا ثياب من اوراق الشجر، الثياب دي ما سترتش عورتهم لان مجرد هوا بيطيرها، لو الورق نشف ووقع هيرجعوا عرايا تاني. فربنا من الاول قال ان هو البسهم البسه من الجلد، الالبسه من الجلد دي سترت عورتهم، وده الساتر اللي ربنا عمله لما هو مات، ده كانت اشاره لموت ربنا على الصليب لان بدمه احنا اتغطينا، بقينا نقدر ندخل قدس الاقداس امام عرش الاب، الاب ما بقاش بيشوفنا بيشوف خطايانا، بقى بيشوفنا من خلال دم الغالي الثمين بتاع يسوع المسيح، فبقى بيشوفنا بيشوف دائما ان ربنا اوريدي هو اللي دفع الثمن. لان الثمن ما نقدرش ندفعه احنا، احنا عايزين ولا باعمال. ابني لما راح قال للمدير انا هكنس 5 مرات في اليوم، انا ما ينفعش اصلي 5 مرات في اليوم واخد الابديه، ما ينفعش اصوم شهر واخد الابديه. وكذلك ربنا اشار من يعني انا بنصح اي حد يجرب يقرا الكتاب المقدس. اسيب حضرتك سامعني؟
أنا سامعك، أنا بدي أقول يعني أنت بتتكلمي من خبرة كأخت عابرة إلى المسيح، وهذه المعلومات بالنسبة لك كانت مرفوضة سابقا، ولكن لما تغيرت حياتك ابتديت تشوفيها أكثر بروح الإيمان بالروح القدس. مظبوط. وكمان ربنا ما ادناش يعني الفكره من غير ادله. انا لما قريت العهد القديم، انا بحب العهد القديم لانه بيبين كل حاجه من قبل ما تتم بمئات السنين. لو اشعياء 35، سوري 53، اشعياء 53 اتشرح فيه خطه الفداء بالظبط. فلما الواحد يقرا ويشوف ان ربنا منذ بدايه العالم قال للحيه اضع عداوه بينك وبين المراه، بنسلك ونسلها هو يسحق راسك وانت تسحقين عقبه. ده معناه ان ربنا كان من الاول عارف ان في خطه واعلن عنها. لما قال في اشعياء 53 من ثبت خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب، مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. كل الكلام ده كانت إشارة للمسيح هيحصل فيها إيه على الصليب. لما قال ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كفاه تساق إلى الذبح كنعجة تمت أمام جديها فلم يفتح فاه. أمين أخت لما مريم. قال أما الرب ففر بأن يضحكه بالحزن إن بالحزن. جعل نفسه ذبيحة اسم يرى. عشان كده بقينا نسل تطول أيامه. معناها إيه؟ معناها إن إحنا ربنا إدانا براسه الحياة الأبدية. بصارة الرب بيد المسيح نجحت. آمين يا أخت ربنا ما مريم، قالش رسالتك وصلت بشكل واضح، رسالتك وصلت بشكل واضح. ربنا يباركك وربنا يستخدمك كخادمة توصلي هذه الحقيقة الكتابية المهمة لكل من حولك. شكرا كثير أخت مريم.